وهي دي حكايتي، كان الاكسل افشل واحد فيه. وانا اتذكر ان الاكسل كنت بخاف منه جدا، حتى لما اجي اتعلمه انا ارس واخد الناس يعني واقعد لا 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 اعمل كل حاجه بالوورد. حتى لما كنت احب اعمل تيبل او اعمل جدول دايما الجا الى الوورد. طبعا عمايل الجدول في البرنامج الوورد صعب جدا، واي حد اكيد تعامل معاه مرهق جدا، وتنزل شرطه وتظبط وتلاقي الدنيا ضربت. لكن كنت بخاف ادخل الاكسل، الى ان بدات الشغل وبدات الاحظ انه الاكسل ده حاجه اساسيه، ولكن بدات ان انا اتعلم واحده واحده، ما استكفتش بالحاجات بتاعت الشغل لا كمان، ما خدتش كورسات ولا دفعت، على طول اليوتيوب والانترنت يا سلام مليان حاجات، والاجانب شارحينه يعني مفصصينه. بدات اتعلم واعرف ده ايه، وبداوا من المستوى المبتدئ. المستوى المبتدئ يقول لك هي الخانه دي بتعمل ايه، الخانه دي بتعمل ايه. فادتني جدا، ما كنتش اعرف مثلا ان اول خانه دي بتمرج او بتحدد كل شيت الاكسل. ايه ده، دي معلومه جديده عرفتها، عرفت ان شيفت وايه ده، ده انا عرفت كده كده تركات كده بتسهل عليك دنيتك وانت بتعرف تعمل في الاكسل. ازاي تطبع في الاكسل، طبعا كنت فاكر لا وتطلع كده لا، ده اكتشفت فيه حاجات. واكتب ازاي اطبع في الاكسل، هتلاقي فيديوهات كتيره. كل حاجه بدات تتعلمها. دلوقتي بقى الناس الحمد لله بقوا بيجي لي يقول لي انت مستواك ادفانسد، تعال علمنا. وفعلا بقيت بساعدهم كتير جدا في الاكسل، وبقوا بيجوا لي ايه ده، هو انا اللي كنت كذا ما كنتش عارف وبقيت خايف، دلوقتي بقيت مستواي ادفانسد. ولكن هي دي متعه التعليم، انك وانس انك بدات، اول ما بتبدا في حاجه وعازم وعندك الثقه والصدق انك تتعلم، حاول ان يكون عندك هذا الامر وانك تتطور باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرمك، ولكن ستيب باي ستيب. تاثير قطره الميه بتنزل مع الوقت، بتملى جركن، بتملى بحيره، مع الوقت هتلاقي مستواك. وخد وقتك وبالراحه، ومره والتانيه، وتعلم بالراحه وايدك تاخد وتدي. وارجوكم محدش يقول لي طب اتعلمت مواقع ايه، اكيد مش ناسي، اكيد ناسي، ولكن اللي انا حابه كنت بحب اجانب، انت تشوف انت بتحب ايه يعني اللي ينفع. ولكن انا انصحك ما تدفعش فلوس، والنت والله العظيم يعني مفصصينه حته حته. فادخل على اليوتيوب، ادخل على يودامي، ادخل على كل الكورسات، اتعلم وذاكر واجتهد، وربنا يكرمك باذن الله. وافتكروا ان الاكسل دلوقتي في الوقت الحالي مهاره مطلوبه في كل المجالات، من اول الريسبشن اللي قاعد على الريسبشن محتاجها، لاول المدير المالي عشان يعمل تحليلات. اتعلمها وانت طالب من فضلك، وطبق واقعد اشتغل عليه، هيفيدك كتير جدا بعد التخرج.